مبروك عقب تتويج النادي الاهلي باللقب الافريقي السادس عشر. طبعا بيسعدني يكون معايا دلوقتي استاذ محمد الضماطي، طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وايضا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. الحقيقه جماهير النادي الاهلي بتقول هم وش السعد. خليني ابدا بيك يا استاذ محمد، الحقيقه بطوله تنظيم اكثر من رائع، كل الحاضرين من سواء الاتحاد الافريقي او الفرق الثانيه اشادت بتنظيم النادي الاهلي لهذه البطوله، وبما انك رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله تقول ايه عن تتويج النادي الاهلي وعن كمان التحضيرات اللي سبقت البطوله دي؟ والله الحمد لله على المكسب، دي اهم حاجه ان احنا فرقتنا بقالنا من سنتين ما خدناش بطوله افريقيا، اول تنظيم لنا من اربع سنين من 2019، خمس سنين كمان، فالحمد لله التنظيم كان زي الفل. النهارده احلى حاجه حضور الجمهور وان احنا نتوج وسط جمهورنا على الصاله، الحمد لله. رساله لجماهير النادي الاهلي، الحقيقه يعني يمكن لعيبه النادي الاهلي قعدوا يقولوا ان احنا محتاجين الجماهير تكون موجوده معانا، وان هم لبوا النداء النهارده. بشكر الجمهور جدا على التواجد النهارده وعلى الاداء بتاعهم في المدرجات، بشكر اللعيبه، بشكر اللجنه المنظمه كلها، هم اللي عملوا كل حاجه من الالف للياء يعني. على مدار الايام الماضيه يا استاذ محمد يمكن تم تكريم عدد كبير جدا من رموز النادي الاهلي، ده مش جديد على مجلس الاداره، تقول ايه عن اللفته دي؟ هنكرم باذن الله في البنات كمان، ودي حاجه احنا نفسنا ان احنا نعرف الشباب الجديده رموز النادي الاهلي في العاب الصالات، وبدانا بالكره الطايره ان شاء الله. مليون مبروك مره ثانيه، شكرا ليك.